استاذنكم بقى نتعرف على حاله المرور في القاهره والمحافظات في مصر. نبدا جولتنا المروريه من شارع رمسيس اللي بيشهد الحقيقه كثافات مروريه بسيطه في الوقت الحالي مكمله لحد ميدان العباسيه. لو فضلنا ماشيين كده لغايه تقاطع شارع صلاح سالم هنلاقي برضو كثافات نسبيه، اما لو رحنا عند كوبري الجلاء هناك هنلاقي فيه سيوله مروريه الى حد ما مكمله معانا لغايه طريق العروبه. عند كوبري المطار في كثافات نسبيه هتبدا تختفي تدريجيا واحنا داخلين على طريق المطار، اما كوبري الحدائق اللي جاي من الزاويه ومتجه بقى للفنجري نفس الامر اعلى كوبري المطريه القادم من اتجاه الكابلات. بيشهد نفق الازهر انتظام كده نسبي في حركه المرور للي جاي من صلاح سالم الى ميدان الاوبرا وكمان العكس. في انتظام كمان في حركه المرور في شارع رمسيس وصولا الى غمره والعباسيه بمطالع كمان منازل مطالع ومنازل كوبري اكتوبر. اما بالنسبه لطريق الاوتوستراد واللي جاي من مناطق حلوان الى المعادي والمقطم هيكون فيه سيوله مروريه كبيره بتظهر كثافات على الكورنيش من المعادي وصولا الى مناطق وسط البلد ومن قصر النبي حتى القصر العيني، بعض الكثافات بمحور النصر حتى المنصه. في الجيزه هنلاقي شارع فيصل بيشهد كثافات مروريه معتاده، كمان شارع الهرم الرئيسي بيشهد ايضا تباطؤ بشكل كبير في حركه السيارات، بتبدا تظهر بعض الكثافات في منطقه مشعل وكمان في كثافات كبيره الحقيقه في شارع العشرين والطلبيه لحد الشارع اللي هي اللي متجه الى كوبري الجيزه المعدني وشارع فيصل بمنطقه الطوابق حتى العشرين. بالنسبه لطريق المحور بيشهد دلوقتي طبعا كثافات مروريه بسيطه نقدر نقول قبل محور ميدان لبنان، اما المتجه الى اكتوبر هيكون في سيوله مروريه كبيره. خلونا نروح لشارع السودان بالظبط قدام محطه مترو الجامعه في كثافات مرتفعه للي جاي من كوبري فيصل لمناطق الدقي، بتظهر كثافات على محور صفت اللبن والمتجه من الدائري وصولا الى شارع السودان، وده بفضل التوجه يفضل التوجه لمحور عرابي. كذلك الامر بكوبري عباس والجامعه والجيزه المعدني تظهر كثافات بمحيط ميدان النهضه وصولا الى الاشاره ما بين السرايات وشارع النيل السياحي، بيشهد محور عرابي كثافات متوسطه وده للمتجه من الاقاليم وصولا الى المهندسين. في كثافات بمحيط كوبري احمد عرابي وده بسبب الاصلاحات الحاليه. خلونا نروح بقى الى محافظه اسيوط، محافظه اسيوط وقدام المستشفى مستشفى الجامعه فيها هناك سيوله مروريه مكمله لحد جامعه اسيوط. لما نوصل هنلاقي في كثافات مروريه بتبدا ان هي تظهر ومكمله لحد شارع المعلمين، بتقل وبشكل تدريجي لحد الطريق الدائري في المحافظه. كمان في هناك سيوله مروريه على الطريق الصحراوي الشرقي واللي جاي واللي خارج من محافظه اسيوط. ده بالنسبه لمحافظه اسيوط. نكمل جولتنا المروريه نروح للاسماعيليه. لو بدانا الطريق من مبنى ديوان عام المحافظه هناخد طريق عثمان احمد عثمان اللي بيشهد سيوله مروريه كبيره مكمله لحد بدايه شارع 6 طريق الاسماعيليه الصحراوي، بيشهد سيوله مروريه للي جاي للمحافظه من القاهره او عبر الدائري الاقليمي. لكن الطريق الزراعي في بعض الكثافات المعتاده في التوقيت ده. طيب خلونا نستعرض مع حضراتكم في جوله سريعه بقى عن احوال الطقس. النهارده بتتوقع هيئه الارصاد الجويه ان يكون الطقس مائل للبروده ليلا وكمان في فترات الصباح الباكر، مائل للحراره نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد. درجه الحراره النهارده العظمى في القاهره هتكون 26 درجه، الصغرى 18 درجه، أقل درجة هتكون في مطروح 24 درجة، أيضا أسوان العظمى فيها 32،
خلونا نتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل ولكن بعد قليل.